نشكر كذلك الأساتذة الذين حجوا إلى إقليم مديونة وإقليم يعني ومديرية مديونة ومديرية المحمدية لمؤازرة الإخوة جراء ما يعني انتشر البارح يعني من توقيفات غير مفهوم الهدف منها ولا المغزى منها ولا الصيغة القانونية اللي قامت عليها، وندين هذا السلوك بشدة. هناك توقيفات بدأت بالأمس، يعني شي مراسلات كتدور في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها تضم مفاده أنه هناك أساتذة يعني موقوفين على العمل بقرار مدراء إقليمي. هذه التوقيفات تجي في واحد السياق ديال واحد المسيرة وطنية اللي كتعكس أن هيئة التدريس وأطر الدعم مازال غاضبين، مازال ما تيحسوش بأن العرض الحكومي كيستجب المطالب ديالهم، لا على مستوى الشكل، خصوصا على مستوى الشكل طريقة تدبير الأزمة مع الاحتجاجات غير مسبوقة في قطاع التعليم، كتعكس أنه هناك خلل في التعامل مع هذه الأزمات. فعوض استدعاء هذه التنسيقيات الحوار كيتم تهميشها. ثم بعد ذلك في كل مره يعني هناك محاولات لاستدعاء التنسيقيات، ولكن هناك من يقف وراء هذا الحوار لانه يعرف انه هو الحل النهائي الذي سينهي الاحتقان داخل القطاع. نجيو البارح بعد مسيره وطنيه فيها عشرات الالاف ديال ادريس واطر الدعم، كنوزعوا مذكرات ديال التوقيف اللي كتاسس على ان هناك توقيف حيت هناك تحريض. واش هيئه التدريس واطر الدعم واش هما كنحرضوهم؟ واش هاد النضالات هادو كلها كتدخل في التحريض، اولا هذه فقط محطه من محطات المسلسل اللي كتبدا من تطرف للرهائن يعني العصيان يعني دوك المفاهيم الغريبه اللي ولات كيتعامل بها المسؤول السياسي وحتى بعض الابواق ديال هاد المسؤولين السياسيين على مستوى يعني على مستوى التحليل الاعلاميين معروفين الاحتجاجات ديال التدريس واللي كان ترجاو انهم يعودوا للموضوعيه في التعامل ديالهم مع نضالات هيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب، ويعرفوا ويشوفوا يعني يديروا واحد نظره حقيقيه لهذه الاحتجاجات ويقراوها قراءه موضوعيه متجرده من يعني من الخلفيات الكلاسيكيه في قراءه الاحتجاجات. حنا في المغرب حنا عارفين انه كاين واحد جوج توجهات هي باش تنقراو الفئه الاحتجاج، هذوك جوج توجهات خصنا نحيدوها. هذا توجه براغماتي بالدرجه الاولى. هادو يدرس واطر الدعم مضرورين، هناك سياق اقتصادي فيه واحد الهشاشه تكرست عند هذه الفئه، خاصنا نعيدوا لها الاعتبار في الكرامه ديالها، في العداله الاجريه ديالها، في المطالب ديال فئتها كاملين على مستوى ما يبذلونه من جهد في التدبير. حنا مثلا من بين الاشكالات اللي طرحني مثلا اخر اتفاق كنا كنقولوا كيفاش انه كاينين فئات لم يعني كاين اسلاك ما تمش كاع التعامل معها بالاقصاء، ثم بعد ذلك هناك فعلا هناك الان حاجه الى بناء تصور مثلا على مستوى عدد ساعات العمل خصوصا في الابتدائي وفي الاعدادي. واش هذا الامر واش ما تيستدعيش انه نديروا له وقفه تربويه بعيدا عن الحسابات شحال غتكلفني ولا لا. لذلك فهذا الشيء كله كيجي الرد ب 400 توقيف و 500 توقيف ولا هذه التوقيفات هذه راه لن تثنينا. صحيح تفاجأنا ليله البارحه بمجموعه من التوقيفات التي طالت مجموعه من الاساتذه، منهم اعضاء في المجلس الوطني ومنهم اساتذه من داخل المديريات، وتوقيفات طالت ايضا حتى الاساتذه الذين التحقوا بالاقسام يعني يدرسون في اقسامهم فطالتهم توقيفات. نعتبرها توقيفات يعني غير مشروعه، تعسفية، وتوقيفات تضرب عرض الحائط أسمى قانون في البلاد هو الدستور المغربي الذي يخول للمواطن حق الاحتجاج من داخل الساحة. وبالتالي نحن نشجب هذه التوقيفات وندعو الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار إلى البحث عن الحل. هناك مشكل يجب البحث عن الحل وليس تأزيم الوضع بهذه التوقيفات، فقد صبت الماء على الزيت. هي من ناحية عينا يعني واحد نسبة قليلة جدا من الأساتذة الذين التحقوا بالمدارس، ربما لم تتجاوز 6%، وهذا يعني تصرف ولا مش نقوله محاولة لكسر معركة الأستاذ
داخل الساحة، وما مسيرة البارحة إلا دليل على أن الأستاذ لا زال في الساحة ولا زال يناضل. إحنا ما خرجناش على الفلوس، إحنا ما خرجناش على الشق المادي، إحنا خرجنا على الشق القانوني وعلى الشق الإداري. الدولة تروج إلى أن يعني زادتنا الأستاذ 1500 درهم ومقسمة على سنتين. إحنا ما بغيناش الفلوس، إحنا بغينا النظام الأساسي يتسحب، لأنه يضرب عرض الحائط المدرسة العمومية والتدريس العمومي. نحن يعني ندافع عن المدرسة العمومية، واضح. وبالتالي يعني الحل الذي قامت به الوزارة هو زيادة في الأجور، وهناك مجموعة من الحلول لكنها لم تطل الأساتذة، ووضعت حلول لفئات أخرى غير موجودة في الميدان، واضح. في فئات الإداريين المتصرفين التربويين وما إلى ذلك، هؤلاء هذه الفئة لم تناضل وغير موجودة في الساحة، وربما لأغراض شخصية وربما انتخابات تمثيلية في لجان ثنائية. يعني نعود ونقول أنها لم تحقق مطالب الأساتذة الذين خرجوا عليها للساحة. نحملها مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلميذ بداية، ثم ندعوها إلى جلوس إلى طاولة الحوار مع تنسيقيات المعنية بهذا الحوار، تنسيقيات الموجودة في الميدان، واضح. ندعوها إلى البحث عن الحل وليس إلى تأزيم الحل. البرنامج النضالي التصعيدي، المجلس الوطني سوف يجلس في غضون هذا الأسبوع، سوف يسطر مجلسا برنامج النضالي، يعني نسطروا برنامج النضالي ديالنا إن شاء الله، وغادي نردوا على هذا التوقيت.